السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلابنا وأحبابنا طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ليالي الامتحان. النهاردة إن شاء الله في الحلقة دي إحنا بنكمل فيها ليالي الامتحان أو الفيديوهات الخاصة بليالي الامتحان اللي هنحل فيها عن الرايتنج سكيلز، مهارات الكتابة، الجزء الخاص بالبانكتشويشن ماركس علامات الترقيم. أول جزء معانا خاص بالفول ستوب، النقطة، كويستشن مارك علامة الاستفهام، اند كوما والفصلة السفلى، وهيبقى داخل فيها كمان الكابيتال ليترز الحروف الكبيرة. نشوف أول سؤال معانا، نمبر 1 سبيس ار ساينز ساتش اس فول ستوبس، بيقول لي هي علامات، ده طبعا تعريف يعني، علامات زي الفول ستوبس النقطة كوماز اند كويستشن ماركس وعلامات الاستفهام، ويوز ذيم ان سنتنسز، بنستخدمها في الجمل تو ميك ذا مينينج كلير عشان نخلي المعنى واضح او اكثر وضوحا، ودي طبعا بنسميها ترانزيشن ووردز، كلمات انتقاليه طبعا. لا طيب يا ترى بنسميها كوتيشن ماركس علامات التنصيص؟ برضو لا مش دي. ولا بانكتويشن ماركس؟ طبعا هي هتبقى بانكتويشن ماركس اللي هي علامات الترقيم عامه كلها. ولا paragraphs فقرات؟ لا، يبقى الفول ستوب، الكوماز، الاكسكليميشن مارك، الكوتيشن ماركس، كل بنسميها كوتيشن او بنسميها كوتيشن ماركس يعني علامات التنصيص. Which of the following is correctly punctuated؟ اني واحده هنا صحيحه من ناحيه الترقيم؟ نشوف مع بعض كده. بيقول لي my grandson احمد was born in oct 2020. طبعا عندنا oct دي اختصار لاكتوبر اللي هو الشهر يعني، واحنا بنختصر الايام او الشهور بنحط بعدهم فول ستوب وبيبقى كابيتال. طيب دي فيها فول ستوب بس مش معموله كابيتال، فطبعا الجمله دي هتبقى خطا كده لان الاو هنا مش كابيتال. ماي جراندسون احمد ووز بورن ان اوكت، هنا عجيبها كابيتال ولكن مش حاطط الفول ستوب بعد الاختصار اللي هي اكتوبر، فدي غلط كمان. اللي بعدها طبعا جايب اوكت، حط الاو كابيتال وحط الفول ستوب فممكن تكون صح. نشوف بقى الجملة اللي بعدها الأخيرة، بقول my grandson، الخطأ طبعا في كلمة my هنا المفروض تبقى حرف كابيتال، هو عايبها عاملها سمول، المفروض نبدأ أي جملة بكابيتال ليتر يعني حرف كابيتال، إذا الإجابة عندنا هتكون ليتر C. Which of the following have the perfect punctuation marks؟ يعني أنهي جملة من دي فيها الترقيم أو علامات الترقيم الأصح؟ T.S. Eliot was a great poet. طبعا T.S. ده اختصار لكلمة Thomas Stearns Eliot، ده اسم شاعر يعني Eliot ده، ولكن الجملة دي هي جملة خبرية بيقول للراجل ده كان شاعرا عظيما، يعني ده مش سؤال، يبقى هو حاطط question mark غلط. طب التانية حاطط بعد T كوما، وده غلط، احنا بنحط full stop بعد الأسماء الأولى من حروف الأشخاص، لما نختصر اسم كده نحط بعديه ايه؟ نحط بعديه فول ستوب، يبقى دي غلط كمان. T.S. Eliot was a great poet، يعني الجمله دي طبعا تقريبا صح كده لان جاب التي والاس بعده فول ستوب وحط في الاخر فول ستوب في اخر الجمله، فجمله خبريه. طب نتاكد كده نشوف الاخيره T.S. Eliot، جايب لي كلمه Eliot طبعا حرف ايه؟ حرف سمول، المفروض تبقى حرف كابيتال، الاي تبقى كابيتال لان ده اسم شخص، يبقى الاجابه هتبقى ليتر C. Which of the following have the perfect punctuation marks؟ أي جملة برضو فيها علامات الترقيم الأصح أو الأنسب؟ Let's find، طبعا أول جملة كلمة let's بيبقى فيه قبل الإس هنا apostrophe اللي هي بنا، فدي غلط كده من أولها لأن الإس عايزة apostrophe مع let's. Let's find an ATM so I can withdraw some money، الجملة كلها صح ولكن في الآخر حطت سيمي كولن، هي دي جمله خبريه المفروض ان احنا نحط فيها فول ستوب وليس سيمي كولن، يبقى دي كمان خطا. Let's find an ATM. ATM اختصار طبعا لكلمه Automated Teller Machine اللي هي الاله اللي احنا بنسحب منها هي فلوس، ودي اختصار لكلمه فنحط المفروض بعد كل حرف فول ستوب، هو مش حاطط فول ستوب هنا يبقى الجمله دي غلط، اذا الاجابه عندنا ليتر اي ليتر دي. Which of the following have the perfect punctuation marks؟ أنهي جملة برضو فيها علامات ترقيم صح؟ You seem busy now, don't you؟ طبعا كلمة don't you ده سؤال مزيل، يعني في سؤال في آخر الجملة بنسميه question tag، السؤال المزيل، وبالتالي ما ينفعش نحط full stop، فالجملة دي تعتبر خطأ. طيب اللي بعديها You seem busy now،
وحط قبل السؤال المزيل فول ستوب، وده غلط. احنا نحط قبل السؤال المزيل ونحط ايه كوما، نحط الكوما ونحط الفعل المساعد والفعل والكويستشن مارك، يبقى دي كمان الفول ستوب دي غلط كده. يو سيم بيزي ناو دونت يو. طبعا هنا في الجمله ده شباب جايب لي هنا كوما وجايب ابوستروفي تي اللي هي دونت يعني، وحط كويستشن مارك، فتقريبا الجمله دي ممكن تكون صح. نتاكد الجمله الاخيره في كلمه دونت مش حاطط الابوستروفي، وده طبعا لما يكون في كونتراكشن يعني اختصار مع كلمه ايزنت ارنت دونت دازنت ديدنت، كل الكلمات دي بنحط طبعا ابوستروفي، يبقى الجمله الصح هي ليتر سي. Which of the following have the correct punctuation marks؟ دول لأنهي جملة من دي فيها علامات الترقيم برضو الصحيح؟ نشوف كده مع بعض هنا. Could I have some cake please؟ بقوله ممكن يعني بعض الكيك لو سمحت. احنا قلنا ان كلمة please بيبقى قبليها كوما وليس سيمي كولن، فدي أول واحدة غلط. أول واحدة كده معانا هتبقى إيه؟ هتبقى خطأ. Could I have more cake please؟ طيب يعني هو حط هنا في أول جملة كابيتال وحط قبليها قبل كلمة بليز كوما وحط في الآخر كويستشن مارك، يعني ممكن تكون صح. سي فيها كولن ومحطش قبل كلمة بليز كولن، بحط قبلها كوما. وكلمة بليز طبعا جايب بعدها هنا الاكسكليميشن مارك، ده مش أسلوب تعجب، ده سؤال أو طلب، بحط في الآخر كويستشن مارك. إذن الإجابة هي ليتر دي. Which of the following have the right punctuation marks؟ أن جملة فيها علامات ترقيم صح برضه. Please pat me the salt. الجملة دي صح، حط بعد please كوما ولكن ما حطش في الآخر full stop. دي جملة خبرية أو جملة أمرية يعني، بقول لو سمحت ناولني الملح، يبقى ما حطش في الآخر full stop غلط. Please بعد كلمة please ما حطش الكوما، يبقى غلط برضه. Please pass me the salt. الجملة دي صح، ولكن هو بدأ الجملة بحرف هنا small مش capital، واحنا قلنا اي جملة تبدأ بـ capital letter يبقى الـ P هنا غلط كده، يبقى الإجابة هي letter D. Which sentence is correctly punctuated؟ أن جملة اللي صح من ناحية علامات الترقيم، وطبعا نخلي بالنا من رأس السؤال في الامتحان يا شباب، دي مهمة. Arriving home I drank a cup of tea. ركز في كلمة arriving، لما الجملة تبدأ بـ ing دي قلناها، لما يبدأ بـ ing اللي هو اسم الفاعل يعني، أو past participle اللي هو التصريف الثالث، أو to المصدر، ثلاث حاجات ing past participle تصريف ثالث أو to المصدر، يبقى لازم أحط كوما بين الجملتين، لأن الجملة دي أصلا كان فيها رابط، كان أصلها after arriving home ويحط كوما I drank a cup of tea. إذن أول جملة خطأ لأن ما حطش كوما بعد كلمة home. طيب الثانية حاطط فول ستوب، لا احنا ما نحطش فول ستوب هنا لان كان في رابط اصلا، دي جملتين. arriving home وحاطط كولن، لا ما بحطش برضه كولن، انا بحط ايه كوما، يبقى لو رجعت الجملة لاصلها كده after arriving home او before arriving home، اي رابط بقى وحطينا كوما، يبقى نخلي بدل ما يكون في ing في تصريف ثالث في to المصدر في الاول، يبقى احط بين الجملتين كوما اللي هي الفصلة السفلى يعني. Which sentence is correctly punctuated؟ أنهي جملة هنا صحيحة من ناحية برضو الترقيم؟ If you were free now، لو أنت فاضي يعني، would you visit the pyramids؟ طبعاً اللي يشوف الجملة يقول صح يا مستر، ولكن ركز إن الجملة الثانية اللي بعد الكوما بدأ بكلمة would. يعني الكلام هنا لما يحط would أو will أو can أو me أو might في الأول، يبقى ده سؤال، ما يحطش في الآخر full stop. أفوت question mark. طيب في الاخر حاطط كولين، المفروض كويستشن مارك مستر غلط. If you were free now would you visit the pyramid، هو حط الكويستشن مارك ولكن شال ايه؟ شال الكوما، وده برضو خطا كده، يبقى الاجابه هتبقى ليتر دي هي الاجابه الايه الصح. Which sentence is correctly punctuated؟ ان برضو جمله اللي تعتبر هنا صح ناحيه علامات الترقيم. May I borrow some money from you please؟ قبل كلمة please قلنا لازم أحط إيه؟ لازم أحط كوما. لو جت في الآخر حط قبلها كوما، جت في الأول حط بعدها كوما. May I borrow؟ طب هو حط هنا قبلها كوما ولكن حط في الآخر إيه؟ حط full stop، وده غلط، المفروض في كلمة may أو can أو could في الأول أو will أو would، يبقى أحط question mark.
Shall we visit the Egyptian Museum؟ طبعا كلمة shall المفروض أحط فيها برضو question mark في الآخر، يبقى ما ينفعش full stop مع كلمة shall، مع كلمة would، مع كلمة could، can، كل الكلمات دي may. May I borrow؟ يبقى آخر جملة هي اللي صح، فيها في الآخر قبل please طبعا كوما وحط إيه question إيه mark. نكمل هذا number 11 which sentence correctly punctuated، عاوز الجملة الصح برضو من ناحية عملية الترقيم. If you were free now would you visit the pyramids؟ طبعا يا شباب الجملة دي تقريبا يعني هي نفس الجملة اللي فوق، فاحنا هنحذفها مكررة يعني. Which sentence is correctly punctuated؟ If I had enough money now I would buy a villa. هي الجملة صح فيها if رابط في الأول، وفي عندنا جملتين فاحنا لازم نحط في النص بين الجملتين كوما مع if مع when مع while مع كل الروابط لما تيجي في الاول مع كلمه although مع كلمه despite، اي رابط في الاول يبقى نحط في النص كوما، يبقى اول جمله خطا. طيب الجمله اللي بعديها حط في الاخر question mark. طب الجمله الثانيه اصلا بادئه ب I would مش would I ولا would you، يعني دي جمله خبريه، ليه تحط question mark غلط؟ الجملة اللي بعدها في كلمة اف بادئة بحرف هنا سمول، المفروض كابيتال، نبدأ أي جملة بكابيتال، يبقى الإجابة هتبقى ليتر دي. Which sentence is correctly punctuated؟ Since when؟ بقول منذ متى؟ Did you live in France؟ كلمة since when ده سؤال أصلا كده، بقول منذ متى وأنت عايش في فرنسا؟ فحط فول ستوب، الفول ستوب غلط، المفروض كويستشن مارك. طيب since he left school I haven't seen him. since هنا معناها منذ، بقوله منذ أن ساب المدرسة أنا ما شفتوش. طيب since هنا رابط، المفروض لما يحط since في الأول يبقى يحط بعد كلمة school كوما، بقوله منذ أن غادر المدرسة أنا لم أره، يبقى دي غلط المفروض يحط كوما فيه. طب اللي بعدها بقول since he left school I haven't seen him، طبعا دي شكلها صح لأن بعد الرابط since اللي معناها منذ، لما يجيب سينس في الاول عامل زي وين، عامل زي وايل، زي بيفور افتر، يبقى يحط في النص دي كوما. طب نشوف الجمله الاخيره I didn't see him when he left came. هنا بقى عمل ايه؟ هنا حط لي وين في النص، لما يجيب لي وين وايل بيفور افتر في النص، اف اي رابط يحط في النص ما تحطش كوما، يبقى الاخيره كده غلط، يبقى نختار ليتر سي. ركز في الحته دي، لما يجيب الرابط في الاول يبقى يحط في النص كوما، جابه في النص يبقى تحط كوما ولا تحط اي حاجه. Which of the following is punctuated correctly؟ برضو الجملة الصح I won't tell you now however. طبعا شايفين كلمة however ان هي بدأ اصلا بايه؟ بسمول، المفروض لما يكون في full stop نقطة او question mark او علامة استفهام او exclamation mark يعني تعجب، التلاتة دول بعديهم capital، هو حط هنا ايه؟ هو طبعا حط هنا small، يبقى دي غلط كده، المفروض تبقى كابيتال. I won't tell you، كلمة won't ناقصة الأبوستروفي، دي اختصار لكلمة will، يبقى دي الكونتراكشن اختصار، ما تنفعش. I won't tell you now however، بعد كلمة however لما يحط فول ستوب يحط however بحرف كابيتال، ويحط بعد كلمة however المفروض كوما، يبقى دي كده خطأ، يبقى الأخيرة هي letter D هي الجملة الصحيحة معانا. Which of the following sentences is punctuated correctly؟ أنهي الجملة اللي صح برضو هنا؟ عادل هو lives in أسوان، بقول لي عادل اللي عايش في أسوان ده is a part-time accountant، يعني محاسب شغال لجزء من الوقت بس في شركة أو في بنك أو كده يعني. طيب الجملة صحيحة، ولكن عندنا كلمة a part-time دي صفة مركبة، ولما يكون الصفة المركبة بعدها اسم لازم أحط إيه؟ لازم أحط hyphen، يبقى دي كده خطأ، يبقى بارت تايم المفروض في النص يكون فيه هايف. طيب الجمله اللي بعديها عادل هو ليفز ان اسوان از ا بارت تايم، وحط الهايف وحط في الاخر فول ستوب، ولكن عندنا كلمه هو ليفز ان اسوان، الجمله دي هي جمله نون ديفايننج، يعني جمله بتعطي معلومه غير ضروريه، بتدي معلومه اكسترا يعني معلومات زياده، زي احنا بنقول جمله اعتراضيه يعني جمله زياده، المفروض يحط قبلها كوما وبعدها كوما، المفروض يكون في كوما بعد كلمه اسوان، مش موجودة تبقى غلط. عادل هو ليفز ان اسوان از ا بارت تايم اكاونتنت، حط كوما وحط كوما وحط الهايفن والفرصة في الاخر،
فتقريبا الجمله دي ممكن تكون صح. نشوف اللي بعديها الاول. عادل هو اللي يبزن اسوان، ما حطش بقى الكما قبل كلمه هو المره دي، عكس المره دي. دي قلنا جمله اعتراضيه او نون ديفاينينج، يعني جمله غير ضروريه بتعطي معلومات زياده، لو شلناها مش هيحصل حاجه، فلازم قبلها كما وبعدها كما. اذا الجمله الصح معانا هي ليتر سي، دي الجمله الصحيحه. Which of the following is punctuated correctly؟ أنا برضو الجملة الصح. Do you have sugar-free cookies هدى؟ بقول أنت عندك cookies يعني كعك كده خالي من السكر. طب كلمة sugar-free دي صفة مركبة، وجي بعدها كلمة إيه؟ cookies. والصفة المركبة يقول لما يجي بعدها اسم بعمل إيه؟ بحط hyphen، يبقى دي غلط. طيب نشوف اللي بعديها. حط في الآخر full stop، المفروض ان فيه دو او داز او ديد، يبقى ده سؤال، يبقى الثانية برضو غلط. Do you have sugar free؟ حط في الصفة المركبة كومة، احنا نحطش كومة في الصفة المركبة، في الكومباوند adjective الصفة المركبة بحط هايفن، يبقى دي برضو غلط، يبقى الجملة الأخيرة أكيد هي اللي صح. Which of the following sentence should be ended with full stop؟ ركز بقى في طريقة السؤال، أنهي جملة المفروض تنتهي بفول ستوب؟ يعني نقطة أو بنسميها period. period يعني النقطة. نشوف كده. How will you did in your exam؟ ده سؤال ما ينفعش نحط في آخره full stop ولا period. I live in Cairo too. أنا عايش في القاهرة أيضا. دي جملة خبرية يعني ممكن نحط فيها full stop بس نكمل. I like tennis. بحب التنس. What about you؟ وماذا عنك؟ بيسأله. دي ما ينفعش، ده عايز question mark. He said to me، هو قال لي، who robbed the bank؟ طبعا الكلام ده direct speech، كلام مباشر، ده سؤال فيه هو، المفروض يحط question mark، يبقى الجملة اللي هي letter B هي اللي تنتهي أو ended with full stop، تنتهي بإيه؟ full stop اللي هي النقطة. Our end ده طبعا تعريف يعني definition، can be used at the end of a sentence to sudden في نهاية جملة that is not a question، الجملة دي ما هي السؤال، or an exclamation، ولا أسلوب تعجب. طب هي مش أسلوب تعجب ولا سؤال، يبقى نحط في آخرها إيه؟ يا ترى question mark؟ لا، علامة استفهام لا. exclamation mark علامة تعجب لا. كوما؟ كوما ما بتجيش في الآخر، يبقى هي الفول إيه؟ الفول ستوب. choose the best correct punctuation mark، عايزين نحط هنا العلامة الصح. أحمد جوز إلياس شرطي كان مريض إمبارح، wasn't he؟ يعني أليس كذلك؟ ده اسمه question tag، السؤال مزيل، ونحط في آخره question mark يعني علامة استفهام، لان ده سؤال مزيل، وقلنا السؤال المزيل ده خدناه في ثانيه ثانوي، بيجي في اخر الايه الجمله قبل كوما وفي اخره question mark. Which of the following is incorrectly؟ ركز، بيقول لك incorrectly، عايز الايه ال incorrectly punctuated، يعني الجمله اللي هي مش صحيح. ركز في correctly ولا incorrectly، الغير صحيح. تعال نشوف مع بعض. He asked me what I had done the previous week. طبعا واحد يقول لي مثلا اصل في كلمه وات، فانا عايزين في الاخر المفروض كويستشن مارك. لا، هو الكلام هنا سؤال غير مباشر، وفي السؤال غير مباشر انا بحط فول ستوب، فالجمله دي صح عادي. شوف بعدها. هي اسكد مي اف اي هاد دان ماي هوم وورك ذا بريفيوس ويك، دي جمله عاديه حط برضو فيها فول ستوب، ما فيهاش مشكله. هي اسكد مي وات اي هاد دان ذا بريفيوس ويك، طب الكلام ده مباشر ولا غير مباشر؟ يعني ده direct speech ولا reported speech؟ لا، ده reported speech، ربط بكلمة what، وطبعا what هنا يعني موصولة، وصلت بس الجملتين ولكن مش آيات استفهام، فالجملة دي تكون خطأ كده، لأنه جاب سؤال غير مباشر وحط فيه question mark. لما يكون في عندنا سؤال غير مباشر أحط في آخره full stop. وآخر جملة طبعا هي صح، لأن السؤال ده مباشر. what did I do last week؟ لما يحط between quotation marks، لما يكون السؤال بين علامات تنصيص، يبقى اعرف ان السؤال ده مباشر، يبقى احط فيه question mark. Which of the following is correctly punctuated؟ برضو الجملة الصح هنا. Yes, it's quarter past three. سمير، طبعا quarter past three يعني تلاتة وربع، بقول الساعة تلاتة وربع سمير. طبعا كلمة yes ونو بحط بعدهم كومة، فهو مش حاطط كومة هنا بعد yes، غلط. Yes, it's quarter past three. سمير، هو بنت على سمير، واحنا قلنا المنادى بيبقى قبليه كوما اللي هي الفصل السفلى، يبقى دي غلط كذا. It's quarter past three. سمير حط طبعا هنا بعد
كلمة هيز حط الكوما وحط في الآخر حط قبل سمير كوما وحط في الستوب، فتقريبا ممكن تكون صح. نشوف آخر اتس كور، كلمة اتس في ليتر دي طبعا خطأ لأنه ما حطش الأبوستروف فيه، لأن دي اختصار لكلمة ات از، يعني إنها الساعة الثالثة والربع. يبقى الإجابة هتكون ليتر سي. Which of the following is correctly punctuated؟ أن الجملة هنا اللي صح. عمر طبعا بينده على عمر هنا، you have done an excellent job، انت عملت وظيفه رائعه، عمل رائع. لما يكون في اسم المنادى سواء جه في الاول او جه في الاخر لازم احط بعديه كوما، يبقى دي كده غلط. عمر هو حط الكوما ولكن بدا الجمله بسمول ليتر، حرف صغير، غلط، المفروض يبدا بكابيتال. عمر you have done an excellent job. هنا طبعا الجمله صح، ولكن بعد الكوما لما يكون في كوما او في كولن او في سيمي كولن، الحاجات دي ببدا بعديهم بحرف سمول مش كابيتال. هو حط هنا اليو ايه؟ حط اليو هنا كابيتال، غلط. بعد الكوما او السيمي كولن اللي هي الفصله المنقوطه او الكولن النقطتين انا بحط ايه؟ بحط سمول ليتر، حرف صغير. يبقى الجمله الاخيره هي اللي ايه؟ هي اللي هتكون صح. Which of the following is correctly punctuated؟ When I was، الجملة الصح يعني، When I was doing the housework، وأنا بعمل أعمال المنزل، A stranger knocked on the front door، يعني في واحد غريب خبط على باب البيت. ماشي يا عم، هو بدأ برابط بكلمة when، صح كده؟ لما ألاقي when، before، after، while، once، كل الكلمات دي في الأول أعمل إيه؟ أحط بين الجملتين، أفصل بين الجملتين بكوما. هو ما حطش كوما، الراجل هنا يبقى غلط، يبقى دي كده ايه؟ خطا. ماشي، when I was doing the housework حط الكوما فعلا، كوما سترينجر نوكد، بس حط في الاخر كولن النقطتين. الجمله لا تنتهي ابدا ب لا بسيمي كولن ولا بكولن. when بدا الجمله بسمول ليتر، حرف صغير، ده غلط. يبقى الجمله الاخيره هي اللي اكيد هتكون صح. Which of the following is correctly punctuated؟ أنهي جملة هنا اللي هتكون صح؟ هدى bought 2 kilos of sugar، اشتريت 2 كيلو سكر. A packet of tea، باكو شاي. A bottle of oil، إزازة زيت. And 5 loaves of bread، وخمس رغيف عيش. طيب هو بيتكلم هنا عن قايمة شباب، ولما يكون في قايمة كده في items within a sentence، يعني حاجات بنتكلم عليها في جمله معينه، يبقى احط كوما 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 في الاخر اند واكمل. اذا بعد شجر المفروض يحط ايه؟ المفروض يحط كوما، يبقى دي كده غلط. طب نشوف اللي بعدها، حط شجر ا باكيت اوف تي، بس ما حطش بعد ا باكيت اوف تي برضه كوما، المفروض يحط كوما. اللي بعدها برضه شجر ا باكيت اوف تي ا بوتل اوف اويل، وحط كوما واند، لا قبل كلمه اند خلاص بقى، هو اند وبحط الحاجه بعدها من غير كوما، يبقى الكوما مع اند غلط كده. يبقى الجمله الاخيره هي اللي ايه؟ هي اللي هتكون صحيح. Which of the following is correctly punctuated؟ برضه الجمله الصح. It's important to write in clear, simple, accurate words. برغم انك تكتب بكلمات accurate دقيقه، simple بسيطه، clear يعني واضحه. طبعا هو بيتكلم عن صفات او ثلاث صفات هنا، المفروض يحط كوما بعد كلمة clear، clear كوما simple كوما accurate ويكمل، يبقى مفيش كوما يبقى كده غلط. دي بنسميها العناصر المتشابهة، صفات يعني. It's important to write in clear, simple, accurate. بعد simple ما حطش كوما برضو. اللي بعدها بعد simple حط colon وده غلط، المفروض يحط كوما، يبقى الجملة الأخيرة هي اللي هتكون الصح. Which of the following is correctly punctuated؟ أنهي الصح برضو. The police officer who arrived after just 5 minutes arrested the criminal. طيب بقول البوليس اللي وصل بعد 5 دقايق arrested، قبض على المجرم. طيب كلمة أو جملة who arrived after just 5 minutes، اللي وصل فقط بعد 5 دقايق، دي جملة زيادة ممكن أشيلها، لو شلتها أصلا مش هيحصل حاجة في المعنى. إذا قبل كلمة هو المفروض يحط كوما زي ما حط كوما بعد كلمة minutes، يبقى دي بنسميها non defining sentence، يعني جملة غير ضرورية بتعطي extra information، معلومات زيادة. يبقى قبلها كوما وبعدها كوما، يبقى أول جملة طبعا هي خطأ.
The police officer حط الكومة هو arrived after just بس ما حطش كومة الناحية التانية تبقى برضو غلط. في اللي بعدها ما حطش لا كومة قبل هو ولا بعد minutes يبقى خطأ خالص، يبقى الإجابة هي آخر واحدة هتكون الصح. بعد كده 27 بولي which of the following is correctly punctuated؟ أن الجملة اللي هنا صح. Tuesday جيب يوم، May 2 2 مايو أدي الشهر، 2016 أدي السنة، was when I graduated يعني ده العام اللي اتخرجت فيه التاريخ يعني. لما يجيب بتاريخ كامل بفصل بين أجزاء التاريخ بين اليوم والشهر والسنة، يبقى أول واحدة بعد May 2 بعد كلمة 2 المفروض يحط كومة، ما فصلش بين الشهر والسنة كده وده غلط. Tuesday بعد اليوم المفروض برضه يحط كومة، ما فصلش. طيب اللي بعديها ما حطش بعد 2 ولا بعد 200 او 2016 بعد 2016، يبقى دي غلط. يبقى انا بفصل بين اجزاء التاريخ اليوم والشهر والسنه، يبقى اخر جمله هي اللي صح. Which of the following is correctly punctuated؟ انا برضه اللي صح. I'm coming home late tonight my father said. طيب هنا احنا عندنا شباب كلام direct speech أو direct speech كلام مباشر، وجاب لي المتحدث أو الشخص اللي بيتكلم في الآخر، هو حط quotation marks أو بنسميها inverted commas علامات تنصيص. ولكن لما يقول لي my father said my brother said أحمد said، يجيب المتحدث في آخر الجملة، يبقى أنا لازم أحط الكومة داخل علامات التنصيص، هو أصلا مش جايبها خالص في أول الجملة، المفروض يبقى فيه كومة. طب اللي بعدها جاب الكومة بس ما حطش كوتيشن ماركس، يبقى دي غلط. اللي بعدها جاب في الاول I am كلها صح، بس I am ده contraction اختصار، المفروض يحط apostrophe، يبقى غلط. يبقى الجملة الصح هي اللي هتكون طبعا الاخيرة. وركز معايا لان ممكن يجيب لك جملة فيها الكومة جوه او الكومة بره. لما يجيب لي او اذا جاء كاتبين تحت اذا جاء المتحدث بعد علامات التنصيص نضع كومة داخل علامات التنصيص، يبقى يقول لي في الاخر my father said my brother said، حط علامات التنصيص فين او حط الكومة فين؟ داخل علامات التنصيص مش بره، جوه. دي حتة مهمة. لكن لو في الاول بحطها طبعا بعد كلمة said، يبقى نركز في الحتة دي. يبقى الكومة داخل ايه علامات التنصيص لما يكون المتحدث في الاخر. Which of the following had the perfect punctuation marks؟ فيها علامات التنصيص الصحيح. نشوف كده. Look out behind you. بقوله بص وراك. She yelled. Yelled يعني صرخت. فالجملة اللي قدامنا دي بتعبر عن غضب أو دهشة أو اندهاش من شيء. من كلمة yelled أو كلمة shouted. في دهشة هنا المفروض يحط بعد you exclamation mark. يعني علامة التعجب. يبقى احنا كده أول واحدة غلط. Look out behind you. She yelled. طبعا هو حط هنا exclamation mark علامة التعجب، ولكن ما حطش الكوتيشن ماركس علامات التنصيص التانية، يبقى غلط. يعني ده كلام مباشر. Look out behind you حط الاكسكليميشن مارك، ولكن هو عمل طبعا هنا ايه؟ عامل لي في الجملة دي حاطط اكسكليميشن مارك وراح حاطط كومة بره. لا غلط. هو اصلا لما يكون في اكسكليميشن مارك او في كويتشن مارك علامة استفهام او علامة تعجب ومحطش الكومة خلاص بقى، فدي برضو ايه؟ خطأ يعني. Look out behind you she yield طبعا اخر جملة هي اللي هتكون صحيح. Which of the following have the perfect punctuation marks؟ نركز بقى، هو الجملة هنا بس عكسها يعني. She yield هي صرخت. Look out behind you المفروض يحط ايه؟ exclamation mark. ولاحظ لما جابش يلد في الاول حط بعد يلد ايه؟ كومة. بعد سيد بعد الكلمات تحط كومة، يبقى مفيش هنا اكسكليميشن مارك غلط لان تعجب في اندهاش. طب اللي بعديها look out behind you طبعا تبدو دايما ان هي صحيحة، ولكن بعد الكوتيشن مارك علامة التنصيص لازم ابدأ بكابيتال، يبقى look كده غلط، المفروض تبقى ابدأ بحرف كابيتال. She yield look out behind you طبعا سي ما حطش الكومة للفصل السفلى بعد yield لان ده كلام غير مباشر، يبقى الجملة الاخيرة هي اللي هتكون الصح. Which of the following is punctuated correctly؟
during the second world war الحرب العالمية الثانية took place حدثت in the عدول في الفترة الأربعينيات يعني. بس لما يجيب لي فترة زمنية كده ويحط الاسم على السنة أول واحدة غلط أصلا وفضل يحط معها اس يعني الفترة الأربعينيات الخمسينيات الستينيات. طيب 1940 وحط الاس ولكن أنا بحط أبصر في اس ولا اس أبصر في ولا اس بس لا مع السنة كده أنا لا بحط أبصر في اس ولا اس أبصر في أنا بحط الاس فقط بعد الفترة الزمنية دي الفترة الأربعينيات 1940 يعني يبقى بحط الاس فقط شباب نخلي بالنا من دي. Which of the following had the perfect punctuation أن جملة فيها علامات التنصيص الصح أو الأنسب. The weather was fine هو عزول إيه؟ عزول لحسن الحظ الطقس كان جيد يعني بدأ الجملة بإيه؟ بأدفرب يعني ظرف. طيب يا مستر الظرف لما بحطه في الأول بحط بعديه كومة يبقى أول واحدة غلط والتانية غلط فرمة تعجب والأخيرة غلط فيها فلوستوب يبقى luckily يقول لي luckily surprisingly fortunately unfortunately لما يبدا بظرف في اول جمله احط كومه واكمل الايه الجمله وفي الاخر فول ستوب. Which of the following is punctuated correctly برضو الجمله صح. What you told me was wrong طبعا في ناس اول ما تشوف كلمه what يقول لي ده سؤال لا ركز هي كلمه what هنا استفهاميه ولا موصوله يعني معناها ماذا ولا ما بقول له ما اخبرتني به was wrong كان خطا مش بيساله بيقول له يا عم اللي انت قلته لي الشيء اللي انت قلته لي كان غلط يبقى ده مش سؤال. طيب برضه دي جمله خبريه ما ينفعش احط في الاخر كولين what you told me was wrong طب حط في الاخر طبعا فول ستوب فدي صح. طب نشوف الاخير what بدا بكلمه what في ليتر دي بي سمول وده غلط يبقى احنا هنختار ليتر سي وركز ان كلمه what هنا موصوله مش استفهاميه ركز في الكلام ده. Choose the best correct punctuation mark اختار علامة الترقيم الأنسب. When you finish your work call me please بقول له when طبعا في ناس أول ما تشوف كلمة when برضو تفكرها إن when يعني متى لا مش معناها متى بقول له when you finish يعني لما تخلص عندما تنتهي من شغلك call me please كلمني من فضلك يبقى دي أصلا when هنا رابط بمعنى لما أو عندما يبقى نحط في الآخر full stop لأنها أصلا جملة خبرية اللي احنا بنسميها statement. Thirty-five. Which of the following had the perfect punctuation marks? أني واحدة فيها علامات الترقيم الصح. I'm so excited to go to the park tomorrow. بقولوا أنا متحمس جدا للذهاب إلى الحديقة غدا. متحمس في حافة حماس. What an amazing place. يا له من مكان رائع. طبعا دي أساليب تعجب كلها. تلاحظ إن بعد كلمة tomorrow حط exclamation mark. بس بعد exclamation mark بعد quotation marks علامات الترقيم بعد الكويستشن مارك الاستفهام بحط كابيتال ليتر يبقى واط هنا غلط لان بدا بسمول. طب اللي بعديها I'm so excited tomorrow what an amazing طبعا واط هو فكرها ان هو سؤال فحط في الاخر كويستشن مارك وده اسلوب تعجب لان واط بعديها صفه او ان وصفه اهو يبقى غلط. الاخيره طبعا هتبقى غلط لان ده اسلوب تعجب وحط فول ستوب يبقى الاجابه هتكون ليتر سي. واخر جمله طبعا حط فول ستوب احنا عايزين اكسكليميشن مارك علامه تعجب. Which of the following is correctly punctuated ان جمله من دي صحيحه من ناحيه الايه الترقيم. How a magnificent place يا له من مكان مبهر ورائع. طبعا ده اسلوب تعجب عرفت ازاي مستر يعني هاو هنا مش معناها كيف معناها يا له ده اسلوب تعجب عرفت لان بعدها صفه لما يجيب لك وات او هاو وبعديها صفه ان ادجكتيف صفه او صفه واسم يبدأ اسلوب تعجب. طيب يبقى الاولى كده يعني ممكن تكون صح نشوف اللي بعديها حط في الاخر فول ستوب لا غلط ده اسلوب تعجب. اللي بعديها حاطط لي هاو هاو في الاول بادئه هنا بسمول عايزين كابيتال يبقى برضو غلط. اللي بعديها حط كويستشن مارك فكرها سؤال لا ده هاو بعدها صفه يبقى اكسكليميشن مارك على التعجب ده اسلوب تعجب يبقى الاجابه ليتر اتش. Which sentence is correctly punctuated ان صح برضو من ناحيه علامه الترقيم ده اسلوب تعجب برضو. What good news يا له من اخبار جيده. طبعا واحد يقول لي مستر ليه ما حطش اول ان قبل كلمه جود لان كلمه نيوز اسم لا يعد لما يكون في عندنا صفه واسم بس الاسم ده اسم لا يعد ركز ما بحطش لا اول ان كلمه نيوز اسم لا يعد.
فده اسلوب تعجب، جاب وات وجود، يعني جاب صفه ما يحطش كويشن مارك غلط. اللي بعدها برضو غلط لان حط ايه سيمي كولن الفصل المنقوطه. في ليتر دي حط وات بس بدا بسمول وده غلط برضو، المفروض يبدا بكابيتال. يبقى هتبقى ليتر سي اللي هي وات جود ايه وات جود نيوز، وحط اكسكليميشن مارك وات بدات بكابيتال ليتر. نخلي بالنا من موضوع الكابيتال والسمول، نخلي بالنا منه لان ده مهم جدا. Which sentence is correctly punctuated؟ برضو صح. Hey, watch out for that car. بينده عليه يعني بقوله خلي بالك من العربية اللي جاية هناك دي. وطبعا ده مش سؤال، فحط question mark غلط. ده اصلا كلمة watch out, look out, be careful، الكلمات دي كلها بعدها exclamation mark، علامة تعجب اصلا. طب نشوف سي، سي برضو حط question mark غلط. نشوف دي حط كولن غلط، يبقى اخر واحدة مع كلمة watch out يعني احترس، خلي بالك، watch out, be careful, look out، كل الكلمات دي، او take care احترس برضو، وحط معها exclamation mark. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ الجملة برضو اللي صح هنا ouch. عندنا كلمة ouch، عندنا كلمة واو، عندنا كلمة او، دي كلها اساليب تعجب، المفروض يحط بعدها اصلا exclamation mark مش question mark، فدي غلط. Ouch, the stove is hot. طبعا يا حط بعد كلمة ouch exclamation mark، وحط في الاخر برضو exclamation mark. طب نشوف letter C. Ouch, the stove is hot. طيب هي في بي، طبعا نرجع لبي تاني بعد الاكسكليميشن مارك، حطيت لي ايه سمول، طبعا دي يعني حاجات مهمه قلناها قبل كده فوق، بعد علامه التعجب بحط حرف يبقى كابيتال، يبقى بي كده غلط. طب نشوف بقى سي، حط ذا ستوف، ستوف اللي هو الفرن يعني، از هوت سخن يعني، طبعا دي تقريبا صح. نشوف دي اوتش، طبعا بدا بحرف ايه سمول، المفروض يبدا بحرف كابيتال، يبقى الاجابه ليتر سي. ندخل بعد كده على الكولن، النقطتين الرأسيتين والسيمي كولن الفصل المنقوطه والابوستروفي اللي هي طبعا الفصل العليا. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ انهي اللي صح؟ نشوف كده. There are three main reasons for the success، بيقولوا في ثلاث اسباب رئيسيه للنجاح. Of the government، النجاح الحكومة، وراح حاطط كولن ماشي يا عم. Challenging work، العمل اللي فيه تحدي. Determination، العزيمة والتصميم. And patience، ذكر ثلاث حاجات هنا المفروض يحط بعد، طبعا في قايمة هنا حط كولن وحط قايمة بعديها، المفروض يحط كوما بعد كلمة Challenging work، مفيش كوما. طب اللي بعدها حط question mark في الجملة اللي بعديها، هو في سؤال هنا؟ مفيش سؤال يا مستر، يبقى غلط برضه. اللي بعدها حط there are three main reasons for the success of the government، challenging work وحط كوما ماشي يا عم. determination and وكمل and patience يعني الصبر. نشوف الليتر دي، طبعا بعد الليتر دي of the government ما حطش بعد كلمه the government الكولن، المفروض ان دي قايمه يعني، بقول هناك ثلاث اسباب لنجاح الحكومه كذا وكذا وكذا، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه هتكون letter C هي اللي صح. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ برضو الصح. Try to keep calm during the interview، بقوله حاول تبقى calm هادي كده أثناء الانترفيو المقابلة الشخصية. This will cause a good impression، ده هيسبب طبعا يعني انطباع كويس. أول جملة غلط لأن حط بعد الكولن حرف كابيتال، لا بعد الكولن والسيمي كولن، الحاجة دي بنحط بعدها سمول، يبقى this هنا بدأ كابيتال غلط. اللي بعدها حط question mark، ده مش سؤال هتبقى غلط. اللي بعدها حاطط لي apostrophe، ولا مفيش اي عايز apostrophe هنا يعني، يبقى اخر واحده هتبقى هي اللي صح، لان حط الايه الكل موضح بعديها يعني بيوضح هنا. جاب لي definition unit، ده بيقول استخدم ايه between two independent clauses، بين جملتين منفصلتين مستقلتين. linked by a transitional expression، يعني الاثنين متوصلين بكلمه انتقاليه، زي ايه؟ زي accordingly اللي معناها وعليه، consequently لذلك، for example على سبيل المثال، nevertheless ومع ذلك، so لذلك، thus هكذا، دي كلها بنسميها كلمات انتقاليه. طب احط معاهم ايه الكلمات دي؟ ترى فول ستوب؟ لا، ده هم في النص اصلا. كولينز؟ لا، ما بحطش كولينز مع الكلمات الانتقاليه. question mark سؤال، ده مش سؤال، ولكن بحط حاجه اسمها
سيمي كولن، الفصلة المنقوطة مع هذه الروابط أو الكلمات الانتقالية اللي تيجي في نص الجملة. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ برضو الجملة الصح. Heavy rain had continued to fall at the airport. والمطر الشديد استمر يتساقط في هذا المطار، وراح حاطط سيمي كولن. Consequently وعليه أو لذلك all flights were cancelled. الجملة كلها صح ولكن ما حطش في الآخر full stop، يبقى الجملة دي غلط كده. اللي بعدها حاطط لك question mark في السؤال هنا، يبقى غلط. اللي بعدها حاطط كولن قبل كلمة consequently وكلمة so، كلمة thus لسه واخدينها فوق في رقم 42 42. ما ينفعش احط قبليها كل ما احط سيمي كولن، يبقى قبل كلمة consequently ما تحطش كولن، نحط سيمي كولن اللي هي اخر واحدة. طبعا السؤال ده بيفسر التعريف اللي هو رقم 42، يعني قبل كلمة consequently حط ايه سيمي كولن. 44 بولي ويتش و ذا فولوينج سينسز ار بونكتشويز كوركتلي. ادي الجمله هنا اللي صح. هي فيلد ذا اكزام، هو فشل في الامتحان. هي ستاديد هارد، هو ذاكر بجد. هو حاطط كومه هنا، بس انا مستر بحط الكومه. هو اصلا كان الجمله دي كان فيها رابط، كان فيها كلمه اولذو على الرغم، على الرغم ان هو طبعا يعني ذاكر بس هو فشل. طيب لما يحط الرابط اصلا انا بحط الكومه، يعني الرابط يجي في اول الجمله، الرابط يجي في ايه في اول الجمله، بحط الكومه في النص، يبقى ما ينفعش احط الكومه مع عدم وجود الرابط. طب اللي بعدها في كويستشن مارك، طبعا ده استبعدها خالص. طب اللي بعديها بيقول لي هي فيل، هي في الاول سمول المفروض يبقى بكابيتال، يبقى هنحط السيمو هنا لانها حلت محل رابط. كان اصل الجمله على الرغم ان هو ذاكر بجد بس فشل في الامتحان، فكي كان في كلمه although، كان في كلمه although هنا اللي على الرغم منه، ولكن هو شالها. ولما اشيل الرابط بحط سيمي كولن، لان السيمي كولن بتحل محل الرابط سواء كلمه although او كلمه because او كلمه when او كلمه اي كلمه بقى من دول. اللي بعدها انهي جمله برضو اللي صح. This is our aunt's house. Aunt's house يعني منزل عمتنا، ماشي حط اسم الملكية يعني. This is our aunt's house، ما حطش الابوستروفي مع الاس، غلط. المفروض اسم الملكية فيها ابوستروفي. This is our aunt، ده حاطط لي هنا كومة مش ابوستروفي، اسم الملكية معاها ايه؟ معاها ابوستروفي مش كومة. This is our aunt's house، لا حط طبعا اس ولا حط ابوستروفي، المفروض منزل عمتنا، منزل عمة يعني في ملكية، يبقى غلط. يبقى الايه اول واحده هي اللي ايه هي اللي هتكون صح. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ ان هي اللي صح برضه. This is Charles' phone، ده تليفون تشارلز، ولد اسمه تشارلز. طب هو حط الابوستروف في اس، هو ده اسم في اس يعني هو اصلا بينتهي باس، فهو حط له ابوستروف في اس تمشي صح، مفيش مشكله. This is Charles' phone، هنا ما حطش لا اس ولا ابوستروف في اس، يعني ما حطش هنا حاجه، يبقى غلط. دي تشارلز فون، هو حط هنا الابوستروف بعد الاس، واحنا قلنا شباب لما يكون في اسم زي كلمه جونز، زي كلمه لميس، زي كلمه جاجرز، كل الكلمات دي فيها اس، يا اما نحط لها ابوستروف اس او احط ابوستروف بس. يبقى اي وسي ينفعوا، يبقى بوث اي اند سي، بوث ار رايت، كلاهما صحيح. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ بقول لي انهي جمله هنا برضو الصح. Doctors look after people's health، الناس الاطباء بيعتنوا بصحه الناس. طيب الصحه دي ملك مين؟ ملك الناس، صح كده؟ المفروض يحط ابوستروف قبل الاس، اس ملكيه، برضو غلط. اللي بعدها ما حطش لا ابوستروف ولا ابوستروف اس خالص، تبقى غلط برضو. اللي بعدها حط people وراح حاطط ابوستروف ما حطش الاس، المفروض في ملكيه هنا، يبقى برضو غلط. يبقى الاجابه هتكون letter D. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ برضو الصح. We were at Iman's and Ahmed party. احنا كنا في حفلة إيمان وأحمد. هي الحفلة بتاعت مين؟ بتاعت إيمان وأحمد. احنا قلنا لما يكون في اسمين وبحط أبوستروف اس اللي هي اسم الملكية، بحطها مع الاسم الثاني مش الاسم الأول. هو حطها مع إيمان، الاسم الأول غلط. طب اللي بعدها ما حطش أصلا أبوستروف اس، ما حطش اسم ملكية، غلط أصلا خالص. طيب letter D
اخر واحده حط الاس مع كلمه بارت، لا المفروض احطها مع احمدز بارت، ما احطهاش في الاخر، بحط جيب لي اسم الايمان عند احمد، علي عند احمد، يبقى احط مع احمد الاسم الثاني الابوستروفيس، يبقى الاجابه ليتر سي. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ ان الجمله هنا اللي تعتبر صح. نشوف كده. We will come اول طبعا واحده غلط، لان كلمه ويل مختصره ما حطش الابوستروفي، الفصل العليا غلط. We'll come to your party but so won't اللي هي نفي كلمه will ما حطش الابوستروفي غلط. طيب اخر جمله اللي هي دي، بص دي كده حاطط في الاخر كوما، لا الكوما طبعا لا الكوما ولا السيمي كولن ولا الكولن بتنهي جمله، ما بتنهيش الجمله، يبقى الاجابه ليتر اي ليتر سي. ندخل بعد كده على السبيتش ماركس او كوتيشن ماركس اللي هي علامات التنصيص او بنسميها انفيرتد كوماز، لها ثلاث اسامي، ركز معايا: سبيتش ماركس، كوتيشن ماركس، انفيرتد كوماز اللي هو الايه علامات التنصيص، وبعد كده الهايف هنتكلم عن دول. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ يعني برضه اللي صح هنا. شوف مع بعض كده. She said هي قالت where is the nearest fish restaurant؟ طبعا ده سؤال بس بعد كلمة said ده كلام غير مباشر. بعد كلمة said المفروض أحط كوما، يبقى دي غلط. طب نشوف اللي بعديها، ما حطش الكوتيشن ماركس قبل where، يبقى برضه غلط لأن كلام مباشر. اللي بعدها بدأ كلمة where عاملها small، المفروض تبقى capital، بعد الكوتيشن ماركس أحط capital. يبقى الإجابة هتكون letter D. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ لأن اللي صح برضه. Have you watched the famous film Titanic؟ إحنا خدنا كاتب لك نضع عنوان الفيلم أو القصة أو المسرحية بين quotation marks. طب تايتانيك ده اسم فيلم، ما تنفعش، ما حطش quotation marks. اللي بعدها حاطط فول ستوب في الآخر، المفروض ده سؤال، يبقى غلط. اللي بعدها حط بس quotation mark واحدة، المفروض يبقوا اتنين قبلها وبعديها، يبقى الإجابة هتكون letter D. اللي بعدها برضو أنهي جملة اللي صح؟ What does punctuation mean؟ بقول له ماذا تعني كلمة علامات الترقيم؟ بيقول لي عندما نوضح أو نسأل عن معنى كلمة فإن هذه الجملة توضع بين quotation mark، بسأل عن معنى كلمة في جملة يعني، يبقى أحط قبلها quotation وبعديها، يبقى أول واحدة غلط. طب والتانية غلط لأن ما حطش خالص. اللي بعدها حط كل وكل، المفروض احط كوتيشن ماركس، يبقى اخر واحده هي اللي صح. بيقولوا ماذا تعني كلمه علامات الترقيم؟ What does punctuation mean؟ What does robot mean؟ يسال عن معنى كلمه يعني. اللي بعدها انهي جمله برضه الكوركتلي الصحيحه؟ My 8-year-old boy loves reading، ابني يعني او ولدي اللي عنده 8 سنين، دي صفه مركبه خاصه بالارقام، المفروض ان كلمه year بعدها كومه وقبليها كومه. ما حط هايفن، سوري احط هايفن بعديها هايفن وقبليها هايفن، يبقى هنا غلط دي. طيب بعدها حط قبليه هايفن وما حطش بعديها، يبقى برضه غلط. اللي بعدها ما حطش لا قبليها ولا بعديها، هتبقى غلط، يبقى اخر جمله هي اللي ايه، هي اللي صح، حط قبليه هايفن وبعديها هايفن، يبقى هي طبعا اللي ايه الصح. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ الصح برضه. We use a widely spoken language. الجملة دي صح ولكن حط في الآخر سيمي كولن، عمرنا أبدا ما بننهي الجملة بسيمي كولن، بفصلة منقوطة. يا إما تبقى فول ستوب في الآخر. We use a widely spoken language. طبعا كلمة widely spoken دي صفة مركبة، وإحنا قلنا الصفة المركبة لما يجي بعدها اسم لازم أحط الهايفن، يبقى دي ما أحطش هايفن تبقى غلط. We use a widely spoken language. We are willها small. المفروض تبقى كابيتال فدي غلط، يبقى الاجابه ليتر دي. Which of the following sentences are punctuated correctly؟ الصح. English is widely spoken. الانجليزيه تتحدث على نطاق واسع، دي صفه مركبه ولكن حط هايفن ده غلط. فعلا بحط الهايفن للصفه المركبه بس لما يكون بعديها اسم، مفيش اسم يا مستر، يبقى كده غلط، ما يحطش الهايفن. Is widely spoken اللي هي بي يعني ممكن تكون صح نسيبها. English is widely، حط الهايفن قبل widely غلط، اصلا مش هحط هايفن خالص ومكانها اصلا غلط. برضو letter D نفس الكلام، حط بعد English طبعا، حط بعديها هايفن، يبقى الاجابه letter B. اللي بعدها برضو انهي جمله اللي punctuated correctly؟ الصح.
These things happened before the prehistoric era. هذه الأشياء حدثت في فترة ما قبل التاريخ. طبعا ما حطش دي جملة خبرية، المفروض يحط في الآخر فول ستوب، ما حطش فول ستوب غلط. اللي بعدها في كلمة بري، ده بريفكس، واحنا قلنا لما نحط بريفكس ونوصله بالكلمة يبقى نحط هايفن مش سيمي كولن. طيب these things happened before the prehistoric era. طبعا دي تقريبا ممكن تكون صح لانه حط الهايفن واخرها فول ستوب وبدأت كابيتال. الاخيره غلط لان حط كولن بعد كلمه بري، ولما يكون في بريفكس البريفكس البادئه ونحط بعديها شباب هايفن مش كوما ولا سيمي كولن ولا كولن. How would email be punctuated correctly؟ كلمة email ايه علامة التركيب الصح ليها؟ Who this email intended for؟ يعني الايميل ده كان ناوي يعني ينبعت لمين يعني؟ طبعا كلمة email كده حاطط قبلها hyphen وبعدها hyphen غلط اصلا، كده غلط ما ينفعش. Who this email، طبعا email هي اختصار لكلمة electronic، رسالة الكترونية يعني، بحط بعد الـ e hyphen كده وحط في الاخر كويستشن مارك، ماشي ممكن تكون صح. الاي بعدها عاملها كابيتال وحاطط ايه؟ حاطط كوما. لا مفيش بعدها كوما، بحط هايفن قبل الاي. لما يقول لي اي بوك الكترونيك كل الكلمات دي. ايميل برضو حط اكسكليميشن مارك، ده غلط، يبقى الاجابه الصح لكلمه ايميل هي ليتر بي. The space are mainly used to show the actual words spoken. بص بقى السؤال ده بيقول لي يعني احد علامات الترقيم اللي بتبين الكلام الذي قيل بشكل الاصلي actual واقعي. طبعا الكلام اللي احنا بنحطه بين كوتيشن ماركس وقصده هنا على الكلام الايه المباشر. طبعا ما بحطوش مع كوما، بحطه مع inverted commas. inverted commas اللي هي الكوتيشن ماركس يعني، ولا هايفن ولا apostrophes. يبقى الكلام اللي قاله الشخص الاكشوال، الكلام الواقعي اللي قاله بالظبط، بحط قبل كوتيشن مارك وبعد كوتيشن مارك، او بنسميها inverted commas اللي هي الكوتيشن مارك على التنصيص. What punctuation do you use after you have written the greeting in an informal email؟ انا علامة الترقيم بتستخدمها بعد الجريتنج، التحية اللي هي كلمة دير، قصده على كلمة دير اللي هي في الايميل، اللي في الـ in an formal او informal email، يعني في الايميل غير الرسمي. لما اكتب كلمة دير في ايميل غير رسمي بعته مثلا لصديقي، لجاري، احد الاقارب، ده غير رسمي، بحط بعد كلمة دير ايه؟ يا ترى بيريد نقطة؟ لا، او فول ستوب؟ لا، كوما ولا كولن؟ يعني بحط الكولن، لا الكولن دي الكولن بحطها في الفورمال في الرسم، ركز، يعني في الايميل الرسمي بعد كلمة دير بحط مستر ايه؟ كولن. يبقى كولن هنا غلط، هو بيقول لي انفورمال. طب اكسكليميشن بوينت علامة تعجب؟ لا، انا بحط كوما. يبقى في الغير رسمي العادي بحط كوما، طب في الرسم بحط كولن، في الرسم بحط ايه؟ الكولن اللي هي ايه؟ عامله كده النقطتين الرئيسيتين.